اسعد الله اوقاتكم متابعون سبعه القناه. شفت لكم مرحبا بكم انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه قنيطره. وبالطبع حنا اليوم كنتواجدوا بولاد وجيه وقرب ما بين ولاد وجيه وقرب لو فالون. كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الساكنه اللي طايله قدام كيقولوا اليوم حنا خايفين من هاد السوق اللي غيدار حدانا وقرب الساكنه، حدانا واحد الجرده، حدانا ايضا نادي ديال المتقاعدين، حدانا مجموعه الحويجات اجيو هنا وغيديروا لنا السوق. الناس المسؤولين كنوصلوا لهم ميساج اليوم رساله للناس المسؤولين. مرحبا بك سي عياوي معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بالناس ديال الساكنه ديال ولاد وجيه اللي جات ما بين ولاد وجيه لو فالون. اليوم باغي توصل رساله للناس المسؤولين عبر قناه شوف تيفي قناه الشعب، باغي تقول لهم تفضل. مرحبا اليوم اخويا. تفضل. مرحبا اليوم باسم ساكنه بلوك او والساكنه اللي مجاوره لهذا المشروع اللي حنا كنستنكروا انه مشروع ما بين ليل ونهار تلقينا المشروع دار. حنا ماشي ضد التنميه البشريه وماشي ضد ان البلاد ديالنا تزيد قدام، ولكن من كتشوف بان المشروع دار فيما يفوق 26 مليار، يعني جرده نموذجيه اللي نقدروا نقولوا عليها كومبلكس لوليداتنا في وسط الساكنه، استبشرنا خير وفرحنا وقلنا لكم مهم الدوله ديالنا كتفكر في الساكنه ديالنا وتفكر في وليداتنا في المستقبل ديالهم. وحدانا الحدود مرافق اللي هي الحيويه، مثلا عندنا يعني مجلس ديال المتقاعدين وعندنا مسبح اولمبي فرحنا، عندنا ملاعب قرب. قلنا الحمد لله الدوله ديالنا ويعني والناس المسؤولين بداو كيفكروا في هذه الساكنه ديال هذا الحي اللي هو الصراحه خاصو يكون حي راقي، لان جا وسط المدينه وفيه عدد من المنازل الراقيه والناس بالفعل باش غنقولها باللغه العاميه، الناس اللي خاسره فلوس كبيره على المساكن ديالها والمنازل ديالها ودايره مشاريع الاسترزاق اللي كيخدموا فيهم يعني كميه كبيره ديال المستخدمين كيجيو اخر المطاف كنفيقوا في الصباح كنلقاو واحد التيغان اللي جا ما بين الجرده اللي تخسرت عليها الملايير ما بين المسبح كما ذكر، لقيناهم بانهم غادي يصوبوا سوق نموذجي من يعني بحثنا على المعلومه قبل ما نتكلموا، لقينا بان سوق نموذجي استغربنا علاش، لحقاش سوق نموذجي حنا بعيد علينا ب 150 متر 200 متر، عندنا سوق على اليمين وعندنا سوق على الشمال وعندنا ولاد وجيه الفوق عامره سواق، يعني الانسان في هذه اللحظه وفي هذا الحي ما محتاجينش السوق، محتاجين مرافق حيويه اللي تزيد وليداتنا القدام، محتاجين دور الشباب، محتاجين دار الطالبه، محتاجين هاد الارض ما تضيعش شي مساله اللي هي فارغه. لهذا حنا باسمي وباسم جميع ساكنه بلوك او كنحاولوا نوصلوا واحد الرساله للمسؤولين مشكورين مسبقا على انهم يعيدوا النظر في هذا المشروع اللي غادي يجيب العار لهذه المنطقه ككل، وغادي يخسر هذه المسائل اللي خسرت الدوله فعلا، خسرت عليها المال العام حنا ماشي ضدها، غنخسروا عليها فلوس صحيحه، غادي يجيب واحد المشروع اللي هو غادي يفشل لهم جميع المشاريع المجاوره. لهذا حنا كنوصلوا رساله مباشره للمسؤولين اللي كنقول لهم الله يرحم الوالدين، حاولوا فكروا وعيدوا النظر هذا المشروع، لحقاش هذا المشروع غادي يمس جميع الساكنه ولكم واسع النظر والمغاربه كاملين، وحنا مغاربه وحنا وطنيين وحنا مواطنين ومع الدوله ديالنا ومع سيدنا الله ينصرو. الله ينصرو. شكون الثاني اللي باغي يتكلم؟ الله يخليكم. عندنا واحد اخر. عندنا واحد اخر. سي دافا معك مع مباشر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا كما قال الاخ، حنا ماشي ضد المشاريع ولكن حنا بغينا المشاريع اللي تكون متقونه واللي تكون في الصالح العام واللي تكون عندها واحد النظر بعد اللي فيه ولادنا اللي غادي يكبروا غادي يعيشوا في واحد المستوى ديال، حنا كنقلبوا على واحد المود دو في يكون طالع ماشي نهبطوا لتحت، لان السويقه ولا حنا عارفين كيفاش كيكون الازراعي، راه ما كتكونش واحد العنايه، ما كتكونش واحد الاستمراريه في المحافظه على الناس الجيران وهذه. اذا حنا كنطالبوا باش الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير يديروا شكرا. اذا احد المسؤولين اللي لا مباشره سيدي، انا ما كنعطيش تصريح، انا كنهضر مع المواطن، اسمح لي انا ما عنديش الحق نعطي تصريح. لا ماشي صح. نعم اذا احنا مباشر فقط باش يجيب تحفظ الصحافه الله يجازيك. نعم المواطنين وشكرا. مرحبا. كاين شي لبس
كاين المعلومه ما كاينه، حنا نوضحوا يقولوا شنو ضروا. نعم، اذا في هذه اللحظات متابعين الافاضل حنايا جزاك بخير باش نكونوا واضحين. نعم، لان اهم حاجه قال لي الانسان عدو ما جاهل. اكيد جينا نوضحوا يقنعونا حنا غنسمعهم وعرض عليهم. واخا الصفة الله يخليكم باش نعرفوا الصفة هذا الباشا رئيس المحافظة. اهلا وسهلا سيدي الباشا. اهلا سيدي الباشا. القايد هو يوصل عليا. مرحبا مرحبا. حنا غنسمعوا ولادنا شنو عندهم. اذا حنا ما يكفي من المعطيات باش نوضحوا لهم الامور اللي دايره. كيف ما كتابعوا معنا المتابعين؟ ما نسولش ما بينكش. انا كنطالبك التميس الله يرضيك ما تسجلش. ما نسجلش ولكن غادي نسمع شويه انا على المباشر. واخا مع احترام سيدي احترم القناة شوف تي في. احترام والتقدير الله يجزيك بخير. بغيتي تسمع سمع. نعم ولكن على احنا المباشر. اما ما تصورني ما تدير الله يجازيك بخير. واخا نحكيو واخا مرحبا. اما بغيتي تكمل معاهم تاخذ نكملوا. نعم نكملوا ومن بعد مرحبا استاذ اكيد طبعا شكرا. جوج ولا ثلاثه يجيو معايا. واخا غير نساليو البث ديالنا وغادي مرحبا. خلي البث دابا خليني نسالي المباشر. سيد الباشا احنا المباشر. الله يجازيك بخير. شوف اذا كيف ما كتتابعوا مع المتابعين الافضل احنا الباشا سيد الباشا الان اوكي. شوف اذا كيف اجي تسمعني. واخا احنا المباشر نخليهم مباشر نطلعوا. اسمعني ومن بعد دير التعليق ديالك. انا ما نقدش ندوز معاك. اذا ما تقدرش اي عرفنا السلطه. انا دابا هاد الناس غنسمعهم. شوف نعم انا غنسمع هاد الناس شنو المشكل ديالهم. نعم. كاين مشروع وطني داخل في المبادره للتنميه البشريه فيه هذه 2018. نعم. مشروع الطيران دار في 2018. نعم. وكانت الليجان كانوا المصالح كلها وكاين محاضر عندنا وداروا دراسات وداروا ديتيد داروا لي بلون كاين رصيد مالي دار دار سميتو دار فتح الاضرفه. لا مزيان انا نشرح لك. لا نشرح لك حيت ملي تقول هذا المشروع راه بحال هذا. سعاده الباشا غير ولا كان الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيكم. اذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل فالان كيلتحق السيد الباشا باش غيعطيهم النظريه ديالو وغيعطيو لان المتنص انه كما كيقولوا انه باغيين نسمعوا من عند المسؤولين. اذا الان كيلتحق السيد الباشا كيف ما قالنا صالحنا السيد الباشا كيقول انه غيلتحق. اكيد نعم سيدي. هذا هو الغرض ديالنا ونتحاوروا مع الناس المسؤولين وهذه. نعم. هذا هو الهدف ديالنا من هذا الشيء كامل. وحنا حنا 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 مع 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 المشاريع ومع اي حاجه. حنا ماشي حنا غير ما درناش. نعم سيدي. ما درناش مشاريع اللي ما درش السكينه. نعم. اذا شكرا على تتبعكم متابعين الافاضل. فشكرا ايضا على السكينه. فالى اللقاء نتلاقاو في لايف اخر ان شاء الله بحول الله.